أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادتك معانا. انتشر مؤخرا وبقوة مصطلح اليوتيوبر، وهو يطلق على من يقوم بتقديم فيديوهات عبر قناته على اليوتيوب سواء كانت تحمل رسالة هادفة أم لا، ولكن أغلب من يطلقون على أنفسهم يوتيوبر لا تجدهم يقدموا أي محتوى مفيد. وسط تلك الظاهرة التي ينفر منها الكثير، كان هناك ماجدة شرف اليوتيوبر التي قدمت محتوى هادف يفيد الأسرة المصرية والمجتمع. أهلا بك أستاذة ماجدة. أهلا وسهلا، ازيك يا مدام ماجدة، ما الذي جعلك تتجهي لمهنة الأشغال اليدوية وفنون الطهي؟ والفكرة جات لك امتى وابتديت ازاي؟ والله الأشغال اليدوية ما كانتش مهنة قد ما هي هواية. تمام. يعني أنا من صغري وأنا عندي هواية الأشغال اليدوية دي وبحبها جدا، وكنت من حاجات بسيطة كده كنت أعملها وكانت بتطلع بأشكال حلوة وكل اللي حواليا كانوا بيشجعوني. فلقيت نفسي باخدها واحدة واحدة كده لحد ما وصلت بقت مهنة. تمام حضرتك. طب الفكره جات لك امتى وابتديت ازاي حضرتك؟ بالنسبه للاشغال اليدويه زي ما بقول لحضرتك كده من زمان من وانا طفله، لكن فكره ان انا افتح القناه دي كانت مؤخرا بقى بوجود الكورونا. كلنا كامهات يعني مع احترامي لحضرتك، احنا كامهات يعني طول الوقت مشغولين مع الولاد، سواء في المدرسه، تمرين، نادي، فطول النهار يومنا مشغول. فجات بقى الكورونا قعدتنا في البيت ما بلقيناش حاجه نعملها. فابني اقترح عليا انه يعمل لي قناه على اليوتيوب، وبالفعل عملها لي على اساس ان انا انزل فيها المشغولات اليدويه اللي انا بعملها. عمل لي القناه والحمد لله، الحمد لله التوفيق من ربنا، لقيتها اتفعلت بسرعه ونزل عليها اعلانات، وده بياخد وقت، لكن انا الحمد لله ربنا الله. كرم الحمد لله فعلت بسرعه يعني الحمد لله. طب عايزين نعرف ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ والله لله الحمد، يعني انا طول الوقت ما بيقابلني الصعوبات الحمد لله. يعني مش عارفه هو دعاء والدي ووالدتي ولا انا مش عارفه يعني، بس هو طول الوقت ما بيقابلني الصعوبات، ربنا كده بيسهلها معانا فالحمد لله بتمشي كده وما بيبقاش في صعوبات بتقابلني، لله الحمد يعني مفيش حاجه قابلتني. مين كان بيدعمك ومؤمن بيكي في عملك؟ كل اللي حواليا، كل اللي حواليا كان مؤمن بيا قوي. انا كنت بعمل وانا صغيره حاجه كده بسيطه بلاقيهم فرحانين بيها، وده كان بيشجعني ان انا احمل حاجه اكبر. واحده 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 لما بقيت بعمل حاجه فعلا كويسه لحد ما وصلت ان انا ابقى مدربه اشغال يدويه واعمل قناه على اليوتيوب. ده كان تمام. طب بعد النجاح اللي وصلت ليه تحبي تقولي ايه الكود لست عايزه تبدا وخايفه او متردده؟ لا لا، مفيش حاجه اسمها تخاف، اصل هتخاف مش هتعمل حاجه، وتتردد وبرده التردد مش هيخليها تعمل حاجه. لا، انت اعملي اللي انت عايزاه، انت قويه، انت جامده، انت هتعرفي تعملي اي حاجه صدقيني. يعني انا بلاقي مثلا ستات تقول لك انا ما اعرفش اعمل حاجه اصلا. لا يا حبيبتي، انت تعرفي تعملي كل حاجه، انت مجرد ما بتدخلي المطبخ تعملي اي حاجه كده، فانت عشان انت بتعرفي صدقيني من حاجات بسيطه جدا 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 هتلاقي ذاتك وهتحققي نفسك. و يعني انا هقول لحضرتك مثال، هو مثال بسيط جدا. يعني انا في بعض ربات البيوت انا بشوفهم على صفحات التواصل الاجتماعي كتير بيعملوا شويه خضار كده، مجرد ما بيغسلوهم وينظفوهم وينزلوهم على صفحات اليوتيوب ويدخلوا منهم دخل. هل دي هي حاجه بسيطه؟ لكن غيرها محتاجها. فاحنا كلنا محتاجين لبعض، وما فيش حاجه اسمها انت ما تقدريش. بالظبط، انت قويه، انت تقدري، هي بس تحط قدامها الهدف وان شاء الله هتوصل. طب ازاي نحقق السعاده من خلال البيت اللي هو الاعمال اليدويه؟ بص اقول لحضرتك حاجه، انا لما فتحت عملت القناه على اليوتيوب كان هدفي او المحتوى اللي انا عايزه انزله هو مشغولات اليدويه. فكان قلت طيب انا عشان انزل مشغولات اليدويه كمان هدفي ان يكون في سعاده من خلال شغلي. فمعظمنا مثلا ايه بنتابع جروبات نسائيه كتير، فانا من ضمن الجروبات النسائيه اللي انا بتابعها مثلا بيقابلني مشاكل عائليه، فمعظمها بيبقى على مصروف البيت. تمام. فانا فكرت ان انا يبقى المحتوى بتاعي ان انا اعالج المشكله اللي من خلالها تؤدي الى سعاده في البيت، اللي هي ازاي ننظم مصروف البيت. وعلى فكره ده اللي كان جاب لي نسبه مشاهده عاليه وفعل القناه عندي بسرعه. طب انا لما جيت اعمل مصروف البيت، فطب انا هعمل الميزانيه كل واحد له مبلغ معين، يعني الدخل معين، مش كلنا زي بعض. تمام. فبالتالي كان بيجي لي كومنتات كل واحد عايز ميزانيه بمبلغ معين، وده طبعا كان هيبقى مجهود عليا. فانا نزلت اساسيات عمل الميزانيه وده ادى الى سعاده في البيت.
طيب انا لقيتهم بيقولوا لي طب انا اصلا ما معيش دخل اصلا، طب هنعمل ايه؟ فكانت الفكره ان انا اعلمهم المهنه او ادربهم عليها، ومن خلال اللي هم هينفذوه ويطبقوه فعلا عملي هيدخلوا بيه دخل يمشوا بيه بيتهم. فمن هنا عملنا المعادله اللي هي السعاده الاسريه، نحقق السعاده من خلال من خلال شغلي. ايوه بالظبط بالظبط. تمام حضرتك. تمام تمام. بالنسبه لمجال شغلك، هل الفتره الجايه هيكون في حاجه جديده؟ بصي حضرتك، انا عندي خبر طبعا بقول لكل متابعيني ولكل حبايبي، الحاجه الجديده دي ان شاء الله ان شاء الله انا عندي برنامج على التلفزيون هيبقى اسبوعي. البرنامج ده بقى فيه بقى مفاجاتين. اول حاجه اللي هي مفاجاه البرنامج ان احنا ان شاء الله هنعمل البرنامج بالتوفيق البرنامج إن شاء الله. ده الله يبارك فيك ويخليك. البرنامج هيبقى شق ان شق كده ان انا هعمل لهم حرفه او مهنه اعلمها لهم ويكونوا بيرفكت فيها، ومن خلالها انا ان شاء الله اللي مش هيقدر يسوقها بس الحاجه تكون كويسه وبيرفكت ان شاء الله. التسويق احنا هنسوقه للمتدربه اللي هي هتبقى معانا على القناه، سواء القناه في التلفزيون او القناه على اليوتيوب. وان شاء الله برضو هنعلمهم اكلات اقتصاديه جميله جدا ان شاء الله هتبقى موفره لبيتهم وهيستفادوا مننا، وده اللي احنا ان شاء الله بنرجوه يعني باذن الله. ماجدة شرف، بتحلم تبقى ايه؟ مش عارفة، بس حلم ليا شخصي أنا بحلم لولادي، ولادي وأهلي وحبايبي وإخواتي يعني وجوزي طبعا، يعني أنا إيه الحلم ليهم هم أكتر. ده من جهة الشخصية أتمنى إن هم يكونوا كويسين وبخير. أما من جهة الشغل والعمل تمام. إن شاء الله إن أنا أفيد متابعيني بالقناة أو القناة في اليوتيوب، وكمان إن شاء الله بحلقات البرنامج الجديد اللي هنقدمها من خلال إن شاء الله شاشتكم. فنتمنى من الله عز وجل كده إنه يلاقي قبول عند المشاهدين، وربنا يوفقنا سوا بإذن الله إن شاء الله. ناخد فاصل ونتواصل تاني إن شاء طب خردار الزيات أن تقدم إصدارات عاشق الطب والأدب دكتور أحمد البهنساوي كتاب أفكار فوق العادة، الكتاب الذي أشادت به الصحافة المصرية والعربية الأعلى توزيعا والأكثر انتشار وطباعة. كما تقدم دار الزيات رائعة الدكتور أحمد البهنساوي مجموعة العالم الثالث عشر، الكتاب الذي يثير مئات الأسئلة الموجعة والممتعة في نفس اللحظة. منافذ التوزيع جميع فروع مكتبات دار المعارف بجمهورية مصر العربية وجناح دار الزيات بالمعارض الدولية للكتاب، وعبر الواتساب 011-411-04-948. دار الزيات للنشر والتوزيع، دكتورة شاهندة الزيات. دكتورة شاهندة الزيات. احكي لنا ازاي ابتديتي عشان تبقي قدوه لكل الستات. وانا زي ما قلت لحضرتك انا بديت في عشان كان كورونا تمام. موجود فعملنا القناه. انما انت حضرتك بقى لو بتقول لي بديت ازاي من الاول خالص، ابتديتي يعني الفكره جات لك؟ لا، هي الفكره كانت من فتره طويله قوي، يعني كان تقريبا اكتر من 10 سنين. انا يعني زي ما قلت لحضرتك كنت واخداها في البدايه هوايه، فبالتالي حاولت استثمر وقتي واعملها بقى الهوايه تبقى مشروع. كان اول شغلي كان بعجينه السيراميك، عجينه السيراميك عجينه سهله ولينه وتقدر حضرتك تطوعها باي شكل. يعني انا لما بدات بعجينه السيراميك كانت بنعمل بها اشكال جميله جدا، كنا بنعمل بها مثلا اللي هي الاشكال اللي بتبقى ميداليات او على المجات واحيانا اكسسوارات، فكانت بتلاقي استحسان كبير قوي من ستات وشابات. بدأ العمل يتطور واحدة واحدة لحد ما عملنا مركز تدريب أو ورشة تدريب صغيرة كده، جبنا فيها بنات وستات وبالفعل اتدربوا معانا على المهنة دي في البداية.
واتطور العمل واحدة واحدة، والمركز بعد ما كان فيه 3 4 ستات أو بنات اتطور لما وصلنا ل 15 16 جميل سيدة، جميل. وكانوا بياخدوا الشغل من مكان العمل لبيتهم وهم قاعدين في وسط ولادهم يعملوه، فكان بيعتبر دخل إضافي للبيت، وده طبعا كان بيطور منهم، وكان كمان بيحسسهم ان هم يقدروا يعملوا حاجة. ده كان أول شغلنا. الموضوع اتطور شويه شويه، وكان بينطلب مننا لبعض الدول العربيه ياخدوا مننا الشغل ده، لكن طبعا في ظل ازمه كورونا دي طبعا الشغل بدا يقل شويه، وتوجهت بقى لعمل اخر اللي هو لعب الاطفال، وده طبعا هنشوفه في القناه عندنا، وان شاء الله في بعض حلقاتنا هنا ان شاء الله في القناه، ان شاء الله في برنامجنا الجديد بنعمل لعب اطفال، كمان بنعمل اللي هو في حاجه جديده كده ريزاين، وحاجات بقى توجي بقى توجي ايه معلش انا اسفه يعني، فحاجات كتير احنا بنطبقها وبنعملها، فان شاء الله باذن الله تعالى شغل البورسلين كمان عندنا اشغال يدويه كتير قوي قوي قوي، وكمان التطريز بالستان انا خدت فيه دورات لان انا كنت باخد اكتر من دوره، فكل ده ان شاء الله هنتعلمه مع بعض ان شاء الله، وهنفيد بيه الستات باذن الله تعالى. تمام. طب عايزين نعرف ايه نوع الاشغال اليدويه اللي بتمارسيها؟ اذا ما قلت لحضرتك اللي هو البورسلين وعجينه السيراميك، وعندنا لعب الاطفال دي مؤخرا اللي احنا شغالين فيها بقى، لعب الاطفال دي يعني اقول لحضرتك يعني اشكال كتير 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 جدا من لعب الاطفال، والحمد لله يعني لعب الاطفال المستورده مكتسحه السوق، احنا عايزين نقلل الموضوع ده يعني ان احنا نعمل شغلنا بايدينا ما نحتاجش اي حاجه بقى، يعني خلينا في المصري شويه، المصري عايزين نخلي المصري كده يكتسح السوق يعني زي ما بيقولوا ان شاء الله باذن الله تعالى، فربنا المستعان كده ان شاء الله. وكمان على فكره شغل القناه انا مش عايزه انسى القناه عندي فانا مش عايزه انسى القناه عندي، وزي ما بقول لحضرتك كده انا عندي القناه فيها تطبيق الميزانيه، وطبعا كنت بتكلم مع الاستاذه ندى في موضوع تطبيق الميزانيه وازاي ان احنا نعمل ميزانيه قبل في الفاصل، ازاي نعمل الميزانيه مع بعض، ف طبعا هي بنوته ان شاء الله برضه هتحتاج لموضوع الميزانيه ده قريب باذن الله، فكانت قالت لي يا ريتك تشرحيها يعني ازاي بنعملها، فانا شايفه ان الميزانيه الكلام بقى دلوقتي موجه للعرايس اكتر من رباط البيوت، لان انا بشوف العرايس الجداد لما بيعملوا ميزانيه كانهم بقى يعني ايه بيقف حسبيس كده، عايزين بقى وزير ماليه ووزير تخطيط عشان يعمل لهم ميزانيه البيت، لكن انا بقول لهم والله يا حبايبي الموضوع سهل جدا للغايه، فهو الموضوع اسهل مما يكون، هو بس هو له شويه قواعد احنا لو اتبعناها الدنيا هتبقى تمام ومفيش فيها اي مشكله. من اهم القواعد طبعا اللي بتاع ميزانيه البيت، اول حاجه عندنا اساسيات لميزانيه البيت، والاساسيات دي طبعا يعني مش عايزين نغفل عنها. بداية أنا لو معايا مصروف البيت أنا بجمع مصروف البيت كله من خلال دخلي اللي بيجيلي، طبعا احنا مش هنحتاج دخل من حد لما هنتعلم مهنة يدوية ان شاء الله مع بعض هنساعد في مصروف البيت، فأنا هاخد الدخل اللي بيجيلي، الدخل اللي بيجيلي ده حبايبي بقى هعمل ايه؟ أول حاجة بإذن الله احنا طبعا عارفين ما نقص مال من صدقة أكيد، فالصدقة انا لما اطلع صدقه صدقوني هنزود المبلغ بتاعنا ده 10 اضعاف، بمعنى انا مثلا هتقولوا لي طب انا دخلي قليل، حبيبتي الصدقه مش فلوس خالص على فكره، الصدقه ممكن احنا يعني حاجات كده بسيطه، يعني مثلا في الجو الحر اللي بنبقى فيه ده لو عارفين الميه نملى ميه من الفلتر كده عاديه خالص ما فيش حاجه، ونحطها في الفريزر واحنا خارجين كده للحبايبنا العمال بقى اللي بنشوفهم في الشوارع يا حبايبي شغالين في الحر دول هنوزع عليهم، صدقوني دي صدقه برضو. انا لو عندي هدوم ولادي يعني صغرت عليهم هغسلها زرار واقع بتاع هغسله وانضفه وهطلعها صدقه برضو، بس هطلعها نظيفه مكويه، فاهم حاجه ان انا اطلع الصدقه دي مش شرط ماديه خالص، ممكن تطلع عينيه فيهاش اي حاجه. طيب بعد ما نطلع الصدقه كده ضمننا ان المبلغ بتاعنا ده زاد اضعاف. بعد ما نطلع الصدقة عندنا بقى الأساسيات، عندنا بقى إيجار كهرباء مية
طبعا الحاجات دي اساسيه جدا، فلازم دي نطلعها الاول. مع اني طبعا عندي يعني اعتراض صغير كده على بعض العرايس ان هم بياخدوا شقق دخل يعني مبالغها اكبر من دخلهم، على فكره ده بيزعلني. صح انت ماشي عندك طموح ان يبقى عندك شقه كبيره قوي، تمام، بس يعني الموضوع واحده واحده، ما تضغطيش على نفسك. خلي مثلا تعب انك بالك يبقى مشغول ومتضايقه والايجار مش عارفه ايه والدنيا دي، لا خليها واحده واحده كده، على اساس ان بعدين ان شاء الله خلي بقى تعب يعني خلي بالك يبقى مرتاح، خلي بالك ده يبقى مشغول بقى في انك ازاي توصلي لهدفك، صدقيني هيبقى اريح. بعد ما بندفع الاساسيات طبعا المبلغ اللي بيتبقى، المبلغ اللي بيتبقى ده يا حبايبي ايا كان كتير قليل اي حاجه بنزل السوبر ماركت، واياكي اياكي والعروض بقى. يعني مش مثلا تقول لك اصل في عرض انا رايحه للعرض، لا يا ماما اوعي، العرض ده مشكله، مش معنى ان انا الاقي عرض اروح اجيبه، لا ده كده الميزانيه ضاعت. بالاضافه ان انا منزل السوبر ماركت لازم اكون متغديه، ده حقيقي، ده حقيقي. ليه؟ لان حضرتك انت لو نزلت السوبر ماركت وانت جعانه هتنزلي على الرفوف كده لبن عصاير، هتلاقي الميزانيه انضربت منك، او هنطلع بعد ما ناخد السوبر ماركت لفه كده نتغدى بره. ده عندي بند اساسي، معلش مع احترامي لك اتفضل، بند اساسي قبل ما انساه اللي هو الترفيه، ده بند اغلبنا بينساه، يعني الترفيه ده مش في حساباتنا احنا كمصريين، نادرا كده يعني، لا بند الترفيه ده مهم جدا، ده حتى يوم الجمعه في السماء عيد وفي الارض عيد، احنا كمان نعيد ونخرج، ايه المانع؟ حتى مش على فكره الخروج خالص مش معناها ان انا اروح بقى بباخره على النيل او غيره، لا الخروج لو انا رحت عارف شويه ترمس كده على الكورنيش ولا واحنا ماشيين كده ايا كان بلدنا فين، صدقوني هتفرق جامد. الخروج عامه مع اي ترفيه بند الترفيه ده مهم قوي، مهم قوي قوي، حتى نفسيه الولاد. حضرتك عندك مركز تدريب؟ ايوه. ابتديتي ازاي؟ ما انا قلت لحضرتك انا مركز التدريب انا بداتها كهوايه واتطورت معايا لما عملت مركز التدريب، والبنات قولي بقى واحده واحده، يعني انا بداتها لما زاد الطلب على المنتج ابتديت اتوسع ان شاء الله. انا عايزه انوه تاني لحبايبي متابعين القناه، تمام، وان شاء الله حبايبي متابعين برنامجنا ان شاء الله على قناتكم الجميله دي الصحه والجمال، ان شاء الله لمتابعين برنامجنا باذن الله في برنامجنا هرجع تاني انوه ان شاء الله لما هنتعلم مع بعض حرفه باذن الله، اللي مش هيقدر يسوقها انا كفيله باذن الله تعالى ان انا اسوقها له، يعني ما حدش فيه حج، هنشتغل ونسوق وهنعمل ميزانيه بيتنا إن شاء الله. السعاده معاكم كامله، صح ولا ايه؟ صح ان شاء الله. ان شاء الله. تمام، في نهاية حلقتنا أوجه الشكر والتحية لكل ست مصرية كان عندها فكرة مؤمنة بيها وصدقتها لحد ما أصبحت حقيقة على أرض الواقع، وأحب أقول لكل حد عايز يبدأ ومتردد ابدأ دلوقتي. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم سعادتك معانا.